بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 ديسمبر في كل عام، أقامت الأكاديمية الملكية للشرطة ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والعولمة، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية وبحضور آمر الأكاديمية العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة. تهدف الندوة إلى نشر وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمضمون السيادة الوطنية والخصوصية الثقافية، وتطرق المتحدثون فيها إلى عدد من المحاور من بينها الخصوصية الثقافية والحضارية كمدخل لخلق بيئة إيجابية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم التركيز على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان في القانون الدولي والإشارة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والتزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي في هذا المجال. وتحدثت في الندوة الدكتورة مريم لوتاه، أستاذة العلوم السياسية بجامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهة إلى أن حقوق الإنسان حق أصيل أكدت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره شكلا من أشكال المساواة في المجتمع، كما أوضحت أن الحضارة الإسلامية احترمت الحقوق الإنسانية ومن بينها حق المرأة والطفل. من جانبه ركز الدكتور محمد أبو عمود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان المصرية على تطور مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الشخصية وحقوق التنمية داخل الوطن، موضحا أن مملكة البحرين دائما ما تحترم حقوق الإنسان وأبهرت العالم بما حققته في هذا المجال.